رغم ابتعادها عن الساحة الغنائية والمسرحية، تبقى سيدة الصوت فيروز في قلوب محبيها، وتظل أغانيها في قلب الساحة الفنية وفي عقول وقلوب الملايين من المغرب إلى الخليج العربي. سطرت فيروز مسيرة فنية وإنسانية ممتدة لأكثر من 60 عاماً، قدمت خلالها حوالي 800 أغنية يحفظ عشاق الغناء العربي الكثير منها، وثلاثة أفلام سينمائية هي بياع الخواتم، سفر بارلك، وبنت الحارس، و400 ألبوم غنائي، إضافة إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التي كتبها الأخوان الرحباني خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين في الوطن العربي. وقد بدأت الغناء عام 1940 عندما كانت على أحتاب 6 من عمرها. في المدرسة برزت موهبة فيروز الغنائية، وتحمس لها الموسيقي اللبناني محمد فليفل ليساعدها على الانضمام إلى فرقة كورس الإذاعة اللبنانية، لكن بدايتها الحقيقية كمطربة كانت عام 1952 عندما بدأت تقدم أغنيات من ألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه وأنجبت منه 4 أطفال، لتكون رمزاً يجمع بين الواقع والسحر بفرادة وثراء وطليعية التجربة الرحبانية كلها. سيدة الصوت وسيدة صباحاتنا، صوتها المرمي على قماشة أرواحنا، شمس صباح من الورد يعيد لشجر بلادنا أسرار خضرته. مرقت الغريب عطيتني رسالة كتبها حبيبي بالدمع